أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مستشفى العدان بأن البلاد لم تسجل أي حالات غير طبيعية لمرض الجرب، وإنما أشيع عن تفشي هذا المرض غير صحيح. وأضاف رضا بأن المخزون الاستراتيجي لأدوية المرض تكفي لاحتياجات البلاد لثمانية أشهر، مشددا في الوقت ذاته أن ما تم تداوله غير صحيح جملة وتفصيلا. تناقلت بعض وسائل الإعلام عن تفشي مرض الجرب في المدارس وتحويل الكثير من الحالات المصابة بهذا المرض إلى مستشفى العدان والجهراء. أكدت وزارة الصحة بأن هذه الأرقام غير صحيحة جملة وتفصيلا، وأن المعدلات ضمن الأعداد الاعتيادية فردية غير وبائية. في الدول المجاورة وصلت الأرقام إلى المئات، اوكي، وتم التحكم فيها، ولكن احنا عندنا تعد على الاصابع وهو معدل عادي لا يتحمل التاويل الى هذا المستوى، ولكن احنا وجودنا هنا لما ظهر في احد وسائل الاعلام من تكبير للموضوع بشكل غير طبيعي وغير سليم. كما أكدت الوزارة أن المخزون الأدوية الاستراتيجي لعلاج هذا المرض يكفي ليغطي أشهر عدة، وفاعلية العلاج تصل إلى 100%. بالنسبة لما أثير كذلك من عدم توفر الأدوية الخاصة من براهم وسبريز وأدوية أخرى لعلاج مرض الجرب، فهذا أيضا غير صحيح وعار عن الصحة. المخزون في مستودعات وزارة الصحة يكفي أكثر من 6 شهور، وقد أبلغت أنه يكفي أكثر من 8 شهور. ومن جانبها وزارة التربية أكدت أن انتشار المرض في المدارس غير صحيح، فهي على تواصل دائم مع وزارة الصحة لمتابعة صحة الطلبة من خلال إجراء المسوحات الدورية. ليس هناك أي حالة للجرب تم الإعلان عنها والتبليغ عنها من قبل المناطق التعليمية. عادة إذا كان في هناك مرض معدي دائما يتم التواصل مباشرة مع وزارة الصحة، يتم التعامل مع هذه الحالة، يتم منع هذه الحالة من دخول المدارس، يتم معالجتها. وزارة الصحة لديها خطة طوارئ مركزية للتعامل مع الأمراض المعدية الوبائية، إذ تم متابعة وفحص الأشخاص القادمين من المناطق المجاورة التي سجل فيها العديد من الإصابات بهذا المرض. إذا نفت وزارة الصحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالات مصابة بمرض الجرب في البلاد، مشددة في الوقت ذاته عدم انصياع المواطنين والمقيمين للإشاعات التي لا تعكس حقيقة الوضع الصحي في البلاد. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.